أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الإخبارية المباشرة من النيل، والتي نلقي فيها الضوء على أهم الأخبار سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الدولي. في حلقة اليوم سوف نبحث العناوين التالية: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بدء صرف الدعم النقدي الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة بعد زيادة الأسر المستفيدة. كما سنناقش سويا في ختام مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان، شيخ الأزهر يؤكد في كلمته أن رسالة الأديان لن تحقق هدفها دون نبذ الصراع والتفرقة. نبدأ بالملف الأول، حيث بدأ اليوم صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر للمستفيدين، ويشمل ذلك حاملي بطاقات ميزة البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بعد زيادة عدد المستفيدين إلى 1 مليون أسرة إضافية بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. وبدأ مستفيدو البرنامج الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وأيضا من جميع مكاتب البريد. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام، ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور ياسر كامل، مدير العمليات الميدانية في برنامج تكافل وكرامة. دكتور ياسر، إذا لو تضعنا في صورة اليوم هذا اليوم بطبع مع بدء هذا الصرف والدعم النقدي المقدم للأسر المستفيدة في إطار تكافل وكرامة. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. هو بدأ الصرف دلوقتي على مستوى الجمهورية لجميع مستفيدي تكافل وكرامة. طبعا كما طبقا لتوجيهات الرئيس تم زيادة عدد مستفيدين تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة ليصبح دلوقتي 5.1 مليون أسرة بالتحالف مع الاتحاد الوطني لدعم الجمعيات والعمل الأهلي. جاري توزيع البطاقات الجديدة لجميع المستفيدين الجدد 1 مليون أسرة على مستوى جميع المحافظات، طبعا باستراتيجية جديدة اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، وهي تسليم البطاقات الجديدة للمستفيدين داخل منازلهم. تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى الجمهورية لمتابعة حركات الصرف من جميع ماكينات الـ ATM وجميع منافذ مكاتب البريد. دلوقتي المستفيدين يستطيعوا الصرف على مدار اليوم، على مدار ال 24 ساعة، من جميع مكاتب الـ ATM من جميع البنوك، ويستطيعون الصرف ايضا من مكاتب البريد. طب من خلال غرفة العمليات دكتور ياسر، هل رصدتم اي معوقات او شكاوى من جانب بعض المواطنين في عمليات الصرف، ام ان الامور بتسير بشكل طبيعي حتى الان؟ حتى الآن بتسير بشكل طبيعي، جميع يعني العملاء والمستفيدين على مستوى الجمهورية دلوقتي بنتابع حركات الصرف، الحركات منتظمة وما فيش أي مشاكل في صرف مكنات الـ ATM أو مكاتب البريد، والصرف منتظم. أما بالنسبة للعملاء الجدد فجار استكمال تسليم البطاقات لجميع المستفيدين الجدد في منازلهم، وتسليم الأرقام السرية أيضا في يوم آخر للمستفيد حتى باب المنزل. يعني هل هناك أرقام فيما يتعلق بالمستفيدين الجدد؟ كم تم توزيع عدد البطاقات عليهم؟ ماذا يتبقى؟ هل اتضحت الصورة حتى الآن فيما يخص هذا الأمر؟
طبعا بدأنا الصرف والتوزيع ل 250 ألف أسرة مستفيدة جاري استكمال التوزيع ليهم بداية من 1 سبتمبر. ده يعني متوقع الانتهاء منهم في نهاية سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر بحد أقصى إن شاء الله. هؤلاء هل سيستفيدوا أيضا من هذا الشر أو من هذا الصرف بأثر رجعي مثلا خلال الفترة القادمة، أم سيتم يعني هذا الأمر عند استلامهم للبطاقات الجديدة من أول استلامهم يعني؟ لا، هو تم إيداع المبالغ النقدية المستحقة لهم بداية من شهر سبتمبر الحالي. تمام، يعني ومستمر الصرف ليهم حتى لو استلم البطاقة بعد 15 سبتمبر، مجرد ما تنشيط الفيزا هيكون موجود في رصيد شهر سبتمبر فيستطيع الحصول عليه بمجرد تفعيل الفيزا. والرصيد بيظل متبقي داخل البطاقه لمده 6 أشهر. نعم يا دكتور. طب ايضا دكتور، لو تحدثنا عن التسهيلات والتيسيرات التي تقدمونها بالمستفيدين لبرنامج تكافل وكرامه بشكل عام في اطار هذه الحزمه الاستثنائيه بالطبع من الدعم النقدي. طبعا التسهيلات والاجراءات الجديده والاستراتيجيه الجديده اللي اتخذتها وزاره التضامن الاجتماعي طبقا لتوجيهات معالي الوزيره الدكتوره نيفين وكباي، ان تغيير اليه توزيع البطاقات من استلامها من الوحدات الاجتماعيه والادارات الاجتماعيه لتسليم تلك البطاقات للمستفيدين داخل منازل، طبعا حفاظا على اهالينا من كبار السن وذوي الهمم، وحفاظا على شكل المستفيد بشكل عام، ان يعني من الزحام والتكدس وتحمل الاعباء، فتم توصيل البطاقات ليهم حتى منازلهم وجاري تسليمهم الارقام السريه ايضا من خلال شركات التوزيع، وتم التعاقد مع شركات توزيع متعدده لتسليم تلك البطاقات والاسراع في المده المحدده للتسليم. ايضا لو كانت هناك بعض العقبات التي تواجه المستفيدين، كيف يتواصلوا معكم حتى يتم تذليل هذه العقبات؟ طبعا بالنسبه للعقبات في خط ساخن للوزاره متاح اللي هو 19680، بالاضافه ان في خط ساخن لجميع شركات التوزيع اللي هو لجميع المستفيدين الجدد المستعلم عن بطاقته اللي هم المستفيدين الجدد، يستطيع التواصل في ارقام للتواصل مع شركات التوزيع لمعرفه خط سير البطاقه بتاعته ومتى ستصله، وده تم الاتفاق مع الشركات وعقد الاجتماعات على مدار الشهر الماضي لاتاحه تلك البيانات للمستفيدين على مستوى الجمهوريه. ايضا التنسيق بينكم وبين يعني التحالف الوطني للعمل الاهلي ايضا حتى يعني تكتمل الصوره ويتم وصول هذا الدعم الى مستحقيه في كل المحافظات المصريه. طبعا التنسيق مع التحالف الوطني ده تنسيق كبير وشراكه كبيره جدا، ان التحالف الوطني كان فاهم في الدعم من اعداد المستفيدين المليون اسره المستفيده الجدد، فالتحالف الوطني ده ساهم في دعم الاسر الجديده والاضافات الجديده من خلال التحالف الوطني والتنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي. ايضا المعايير التي تم مراعاتها عند اختيار الاسر الاضافيه التي تم اضافتها والمستفيده ايضا من هذا الدعم. هو طبعا المعايير هي من الاسر اللي بيطبق عليها قواعد الاستهداف داخل برنامج تكافل وكرامه في وزاره التضامن الاجتماعي، من الاسر الاولى والرعايه من ينطبق عليه شروط برنامج تكافل ومن ينطبق عليه شروط برنامج كرامه، وكان في قائمة الانتظار داخل وزارة التضامن الاجتماعي. أيضا تفضل فين؟ تفضل محضرتك. أيضا يعني كنا نتحدث عن رد الفعل أيضا من جانب يعني المستفيدين، يعني كيف ترصدون ردود الأفعال من جانبهم على هذه الحزمة الاستثنائية من المساعدات؟ طبعا كان بالنسبة للحزمة الجديدة كانت سبب يعني سعادة كبيرة للمستفيد، وبالاخص ان كان استراتيجيه وزاره التضامن الاجتماعي ان هي ترى الفرحه والبسمه على المستفيد ان بصرف المساعده الجديده بالاضافه لتوصيل المساعده حتى باب البيت، فكان طبعا لها اثر طيب على المستفيدين بشكل عام، وكان على تطوير مستوى الاداء وتطوير مستوى الخدمه للمستفيد، كان طبعا شكل جديد للمستفيدين، وده من ضمن سياسه وزاره التضامن الاجتماعي لتطوير مستوى اداء الخدمات المقدمه للمستفيدين. بشكرك دكتور ياسر كامل مدير العمليات الميدانية في برنامج تكافل وكرامة.
ايضا ينضم الي هاتفيا الدكتور رشاد عبد اللطيف استاذ تنظيم المجتمع بجامعه حلوان. دكتور رشاد، اهميه هذه الخطوه وهذه الحزمه الاستثنائيه من الدعم النقدي وزياده عدد الاسر المستفيده من برنامج وتكافل وكرامه بالطبع لمواجهه التحديات والتداعيات المترتبه على الازمات التي يواجهها العالم في هذه الاونه. اولا كل الشكر لحضرتك وكل الشكر لبرنامجكم وكل الشكر لوزاره التضامن الاجتماعي وكافه المسؤولين، لان احنا هدفنا في النهايه زي ما سيادتك تفضلت تكافل حياه وكرامه، ان كيف نحفظ للانسان كرامته وكيف نضمن للفئات الاولى بالرعايه انها تحصل على الخدمات او تحصل على المساعدات بشكل لائق وكريم. طبعا الشكل اللائق والكريم ان انا اجد المساعدات تقدم ليا قريبه من مسكني، قريبه من مكان عملي، قريبة من مكان اللي أنا يعني بتآلف معه. وبالتالي نجد أن هذه الحجمة الجديدة كان ليها هدفين أساسيين. الهدف الأولاني هو الاهتمام والرعاية والحماية للفئات الأولى بالرعاية والمحددة طبقا للقانون الخاص بتكافل وكرم. الحاجة الثانية ودي اللي مهم هي المساعدات النقدية المشروطة، واللي وصلت المساعدات فيها إلى ما يقرب من 5,100,000 أو 5,500,000 مواطن بيستفيدوا من هذه المساعدات. كيف تؤدى لهم؟ تؤدى لهم بشكل كريم، إنه في جنبه مكتب بريد، جنبه بوسطة، جنبه أي مكان يستطيع أن يتوجه وأن يصرف هذه المساعدة النقدية المشروطة وهو بكامل يعني كرامته وبكامل سعادته وبكامل هدوءه ودون التعرض لأي نوع من الأذى أو الألم. أيضا دكتور رشاد، لو تحدثنا عن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا في التحالف الوطني للعمل الأهلي، أهمية هذا الأمر ودوره أيضا في زيادة هذه المساعدات المقدمة للأسر الأكثر احتياجا، وأيضا الخطط المستقبلية لزيادة هذا الدعم خلال الفترة القادمة. أنا بصراحة السؤال ده مهم جدا وبيؤكد حتة الشراكة ما بين الوزارة وما بين القطاع الأهلي ممثلة في التحالف الوطني. والدكتور عبد القوي بصراحة يعني حط كثير من الأمور التي تساهم في نجاح هذا التحالف الوطني، وكان لي أكثر من هدف. الهدف الأولاني أن يفعل ويعظم من الخدمات التي تقدمها الدولة، وإحنا عندنا يمكن في الخدمة الاجتماعية بندرس نظريتين، نظرية اسمها امتداد السلم والنظرية الثانية اسمها النظرية التكاملية. امتداد السلم يعني دولة بتقدم خدمات، طب ما أنا أكمل الخدمات اللي بتقدمها الدولة من خلال المنظمات المنتمية إلى التحالف الوطني. وأيضا الجزء الخاص بالتكامل، إن بدل ما ياخد خدمة واحدة ما ياخد أكثر من خدمة، وبالتالي نضمن إن كل الفئات استطاعت أن تحصل على خدمات متعددة، وأيضا من خلال شراكة جميلة وقوية وفاعلة بين التحالف الوطني كجهاز يضم كل منظمات والفئات الخاصة بالمجتمع المدني والمساعدات التي تقدم من الحكومة، وبيضمن لها الترشيد وبيضمن لها الفاعلية أنها بتوصل لغاية الناس المستحقين ليها، لأن أنا عندي عدد كبير من الأخصائيين الاجتماعيين أو عدد كبير من القيادات التي يمكن أن تقدم المساعدة بشكل لائق وكريم عن طريق جمعيات موجودة في كل حارة وكل ذقاء وكل شارع، وموجودة بجانب كل من يحتاج إلى المساعدة أو يستعين بمن يساعده على الحصول على هذه المساعدة. أيضا دكتور رشاد، لو تحدثنا عن فكرة التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا، يعني أهمية هذا الأمر والعمل عليه خلال الفترة القادمة حتى يمكن النهوض بالمستوى المعيشي لهذه الأسر وتوفير الكثير من الاحتياجات والتخرج شيئا فشيئا من موضوع الدعم النقدي وغير ذلك من الأمور. أنا السؤال ده من الأسئلة المهمة جدا واللي ليها بعد صراحة استراتيجي، إن التمكين الاقتصادي أنا بمكن من الأسر الفقيرة انها تساعد نفسها بنفسها. ودايما انا بيحضرني المثال اللي بقول ان ما تدينيش انا سمكه كلها، لا اديني سناره اصطاد بيها. وبالتالي احنا بندي مشروع صغير للاسر التي تحتاج الى مساعدات، بدلا من تقديم المساعده الماديه التي من الممكن ان تلتهمها الاسر، ولكن المشروع يستطيع الفرد او تستطيع الاسره ان تساعد نفسها
وأن تساعد أسرة جنبيها، ويستطيع الفرد أن يساعد نفسه ويساعد مجموعة من الأفراد يكونوا حلقة كده زي جماعية، زي جماعة، زي الحاجات اللي بنعملها، الجمعيات اللي بنعملها، ونقول نجمع من كل واحد 100 جنيه و200 جنيه عشان ياخد في آخر شهر كده. لا، احنا بنعمل مشروع يدرب فيه على حرفة معينة، يتقن هذه الحرفة ثم تنتقل إلى باقي الأسر الأخرى، وبالتالي نمكن هذه الأسرة اقتصاديا منها تعود بنفسها بنفسها، وتعود الأسر اللي جنبها، وتنمي المجتمع، وتحقق الهدف الذي ينص على القضاء على الفقر بواسطة أفراد المجتمع وبواسطة الدعم الذي تقدمه الدولة من مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لمثل هذه الأسر. أيضا دكتور رشاد، من منطلق المسؤولية المشتركة، إذا كانت الدولة تقوم بتقديم هذا الدعم النقدي، ماذا في المقابل عن دور المواطنين حتى يدعموا الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية بالطبع للعبور من عنق الزجاجة ومواجهة الكثير من التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة؟ برضو مرة ثانية أنا بقول أسئلتك والله جميلة جدا جدا، وأسئلة في العمق، وأسئلة بتتصل بثقافة المجتمع. هنا أنا بيحضرني أيضا الناس الاقتصاديين كانوا دايما يقولك you are win and I am win، يعني أنا هكسب وأنت تكسب، وبالتالي عملية المسؤولية الاجتماعية لأفراد المجتمع، لأن أنا لا يمكن أن أنجح تنجح المشروعات اللي بقوم بها إلا من خلال دعم ومسؤولية اجتماعية تستطيع أن تدعم المجتمع، وتستطيع أن يعني تنجح كافة المشروعات اللي بتقوم في المجتمع المصري أو في غيرها من المجتمعات من خلال الدعم والشراكة المجتمعية. نقدر نحقق من خلال حتتين، الحتة الأولانية المسؤولية الاجتماعية المشتركة ما بين الحكومة بين الشعب، والحتة الثانية تنمية الاعتماد على الذات أو على النفس على زمن طويل أو في فترة طويلة يستطيع الأسرة أن تعين نفسها بنفسها. أيضا لو تحدثنا عن برنامج تكافل وكرامة دكتور رشاد، وأيضا مبادرة حياة كريمة وغيرها من الجهود التي تقوم بها الدولة على المستوى الاجتماعي، يعني كيف أسهمت هذه الأمور أو هذه المبادرات بشكل عام في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين في مختلف القرى والمحافظات المصرية، يعني وأيضا المطلوب خلال الفترة القادمة للوصول إلى هذا الهدف؟ أنا مش هتكلم نظري ولا هتكلم من خلال يعني ورق معين، لكن هقول كل واحد يشوف في التلفزيون البرامج اللي بتعرض ويشوف الفرحة اللي موجودة على وش القرى، والبيت اللي هو ماليش سطح وتعمل له بيت، والبيت اللي ما فيش مية وتعملت له مية. هنا أمثلة حقيقية يستطيع الواحد أن يدرك أهمية هذه المشروعات، وإن هي كانت من المشروعات الذكية اللي أدت إلى تحقيق أعلى معدل نمو وأعلى معدل لمواجهة مشكلة الفقر في المجتمع المصري، وفي كثير من الدول بتطالب أن تستطيع أن تستفيد من التجربة المصرية التي مرت بها في مواجهة هذه المشكلات من خلال تكافل وكرامة ومن خلال المشروعات التي لم تقتصر على الحضر ولكن امتدت أيضا إلى الريف المصري بكل طوائفه وإلى كافة المناطق العشوائية وإلى كافة المناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات الخاصة بتكافل وكرامة. بشكرك دكتور رشاد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الملف الثاني، حيث اختتم مؤتمر زعماء الأديان أعماله اليوم بالعاصمة الكازاخية نور سلطان. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن رسالة الأديان لن تحقق هدفها دون نبذ الصراع والتفرقة. وما يمكن أن أكرره في ختام هذا المؤتمر هو أن رسالة الأديان لن تبلغ هدفها ما لم تتحد، وما لم يتحد أهلوها، وما لم يكونوا قوة تعمل أولا على تنقية الشعور الديني من الضغائن والأحقاد. وشدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على ضرورة توجيه النشاط الديني إلى الاتجاه الإنساني بدلا من توجيهه صوب الصراع بين الأديان. توجيه النشاط الديني في الأديان المختلفة إلى هذا الاتجاه الإنساني بدلا من توجيهه صوب الصراع
بين الأديان والمتدينين. ثانيا، جمع المعاني الإنسانية، جمع المعاني الإنسانية السامية العامة في كل دين، من الرفق بالبشر والبر بهم دون نظر إلى الفوارق التي تفرق بينهم، وإذاعة ذلك بمختلف الوسائل في مختلف اللغات. ثالثاً، الاعتماد في نشر هذه المعاني العامة على أساس عقلي محض وحب للحقيقة، مع تجنب الاعتماد على وسائل غير بريئة في توجيه الاعتقاد أو الإغراء به. وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إنه تم إتمام وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعد بمثابة ميثاق إنساني بين المسلمين والمسيحيين وغير المؤمنين في عصرنا الحديث. وكان توفيق الله تعالى كبيراً في إتمام وثيقة الأخوة الإنسانية، تلكم الوثيقة التي جاءت كأول ميثاق إنساني بين المسيحيين والمسلمين وغير المؤمنين في عصرنا الحديث، لتتأكد النظرية التي يؤمن بها الأزهر دائما ويدعو إليها في كل مكان. لمزيد من المتابعة ينضم إلي هاتفيا الدكتور عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف. دكتور عبد العزيز، إذن يعني ملتقى لزعماء الأديان، أهمية هذه اللقاءات والحوارات والنقاشات لمواجهة كثير من التحديات وإعلاء قيم التعايش السلمي والتسامح يعني في مختلف دول العالم في ظل ما نشهده من صراعات وفتن متعددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف حضرتك، إعلاء القيم الإنسانية وخاصة المشتركة بين جميع الأديان السماوية هو الذي ينبغي أن نركز عليه وأن ننشر هذه الثقافة على مستوى العالم، بداية لكي نصحح الصورة التي شوهها البعض عن الإسلام وعن المسلمين، وأن الدين الإسلامي هو الدين الذي يحصد الرؤوس ويسعى إلى سفك الدماء وإلى التدمير والتخريب. هذه الصورة السيئة المشوهة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للمؤمن ورحمة للكافر ورحمة للي من غير أديان، رحمة للناس جميعا. القرآن الكريم، عندما نتأمل القرآن الكريم نجد القرآن خاطب الإنسان: يا أيها الإنسان، كثيرا في القرآن نجد أن هناك صورة كاملة تسمى صورة الإنسان في القرآن. الله عز وجل يلفت أو يلفت أنظار جميع البشرية وجميع الناس أن هناك قاسم مشترك بين الناس جميعا، وهو التعامل على أنني إنسان وعلى مستوى الإنساني. هذا مع أن هناك وثيقة وقعها فضيلة الإمام الأكبر، وهي وثيقة الأخوة الإنسانية مع بابا الفاتيكان، وتعتبر من أهم الوثائق الحديثة الآن، إلا أن وثيقة المدينة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم هي أقدم وثيقة إنسانية عقدت بين جميع الأديان ومن ليس له دين في المدينة، وهي تعتبر الملهمة لميثاق الأمم المتحدة ولكل الوثائق الموجودة الآن. الكل يستمد من وثيقة المدينة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على أساس التعايش السلمي بين جميع بني آدم ومن يعيشون على هذا الكوكب، بصرف النظر عن المعتقد، بصرف النظر عن الدين، بصرف النظر عن الانتماء. فأنت وأنا إنسان، أنت إنسان وأنا إنسان.
نحن نعيش لكي نعمر هذا الكوكب، فلا بد أن نتعاون فيما بيننا وأن يكون بيننا توافق وبيننا تعاون من أجل إعمار هذا الكوكب. ليس هناك تناحر، ليس هناك تصادم، ليس هناك تقاتل، ليس هناك هذه الأمور التي نراها الآن ويدعيها من يعملون لحساب أجهزة معينة باسم الإسلام ويرتدون زي الإسلام لكي يشوهوا صورة الإسلام. فضيلة الإمام الأكبر لا يدع فرصة، هو ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام على مستوى العالم، إلا ونجد يعني الإمام الأكبر ونجد فضيلة المفتي لكي يوضحوا الصورة ويبينوا لمن يعني نجد أن هناك تشوه في عقولهم عن صورة المسلم وعن صورة الإسلام، أن الإسلام جاء لكي يسعد البشرية وليس لكي يعني يحقق الشقاء للبشرية. هذه الصورة هي التي يوضحها فضيلة الإمام الأكبر الآن في هذا المؤتمر الذي يعني ينعقد بين زعماء جميع الأديان السماوية على مستوى العالم. ولذلك دائما أقول ليس هناك حوار أديان، وإنما هناك حوار بين أتباع الأديان، لأن الأديان مصدرها واحد وهي من عند الواحد. فالأديان مكملة لبعضها وليس بينها تصادم، ولكن التصادم بين من يفهمون ويفقهون هذه الأديان. فكل من يتبع دين يفهم هذا الدين بطريقته وبأسلوبه، فعندما تختلف الأفهام يكون هناك التصادم وتكون هناك الصور المشوهة. فالأديان ثابتة من عند الله عز وجل. الحوار دائما ليس في العقائد، وإنما الحوار في التعايش على المستوى الإنساني. نعم. أيضا دكتور عبد العزيز، لو تحدثنا إذن عن الجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف في هذا الصدد، من خلال الحملات الدعوية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مخاطبة الآخر بلغته، من خلال العديد من اللغات ربما على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة، حتى تصل هذه الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، وأيضا يكون هناك تبادل للآراء والحوارات مع أتباع الديانات الأخرى. حقيقي اللي حضرتك بتقوله ده كلام جميل جدا جدا جدا، وخاصة ان حضرتك لمست وترا حساسا وهو مواقع التواصل الاجتماعي. هذا هو الميدان الحقيقي الان للدعوة، سواء دعوة اسلامية او غير اسلامية، لان تستطيع ان تخاطب ملايين البشر في وقت واحد. الشريحة المستهدفة الان من الدعوة هي الشباب، وهذه الشريحة الكبرى على مستوى العالم التي تجتمع على هذه المواقع، وبالتالي من السهل مخاطبتهم. أما ما كان يحدث في الماضي أننا نخاطب الشباب عن طريق منابر تقليدية قديمة، فهي لا تصل الآن إلى الشباب ولا يسمعها الشباب ولا نسمع إلا أنفسنا. فمواقع التواصل الاجتماعي مهمة جدا جدا، ومن هنا الأزهر الشريف قام بعمل المرصد، اللي هو بيقوم المرصد الآن بأكثر من لغة، يمكن ما يقرب من 10 لغات على مستوى العالم، يخاطب الشباب بعقولهم، يتفاهم معهم، حتى الملحدين اللي ملهمش دين. أيضا هناك لجنة وهناك إدارة في المرصد مخصصة لكي تتعامل مع هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتبادلهم الآراء والأفكار، وأن يكون النقاش نقاش بناء من أجل الوصول إلى الحقائق وليس من أجل الانتصار أو التعصب لدين أو التعصب لفكرة أو التعصب لبلد أو التعصب لجماعة، وإنما التعصب هو للوصول إلى الحق. ومن هنا عندما يكون النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بناء وله هدف وهو الوصول إلى الحقائق، فبالتالي بيكون له نتائج كبيرة جدا ومهمة. بشكرك دكتور عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف.
في ملف آخر مشاهدين الكرام، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئاسية من خلال السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملة المعدنية المساعدة الفكة أو وكذلك التصدير إلى الخارج. وأضاف الوزير أنه تم العرض على مجلس الوزراء والحصول على الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة جنيهين للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية. ومن جانبه قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أن احتياطي الفكة يكفي لتلبية احتياجات المواطنين وكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى لمدة عام ونصف العام. لمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف سيادة اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة. سيادة اللواء، إذن أهمية تفعيل وتعميق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ودار السك الملكية البريطانية بداية. طبعا الأهمية أنه إحنا كنا في مصر طبعا في المصلحة بنستورد الأقراص المعدة للسك من الخارج عشان بعض المعالجات وعشان الخام من نوعية معينة وصناعة بتقنية معينة يعني عشان تبقى العملة جيدة ولا تصدأ ولا تبلى ولا كده، فكان احنا بنستورد الخامات دي من الخارج وبنعمل مرحلة السك عندنا في المصلحة، مصلحة الخزانة العامة وسك العملة. ولكن طبعا احنا يتنفذنا توجيهات الدولة بان احنا يعني نقلل من الضغوط على العملات الاجنبيه، فاحنا عايزين استهدفنا ان احنا نعمل هذه الشراكه مع افضل شركه من الشركات اللي مستحوذه على سوق جانب كبير من السوق وهي الشركه الملكيه البريطانيه رويال مين، ان احنا ندخل معهم في شراكه بانشاء مصنع في محور قناه السويس. هذا المصنع هيكون هيستخدم مدخلات مصرية بالكامل، مكونات مصرية إن شاء الله بالكامل، وبدل ما احنا بنستورد احنا إن شاء الله هنصدر 50% من طاقة هذا المصنع للدول الأفريقية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط إن شاء الله يعني. نعم، أيضا سيادة اللواء، متى سيبدأ إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة الجنيهين، وهل سيؤثر ذلك على إصدار باقي العملات الجنيه ونصف الجنيه والربع جنيه، وهل هناك بداية لإصدار فئات أيضا أخرى خلال الفترة القادمة؟ أبدأ بالسؤال اللي بيهم المواطنين وشغل الرأي العام من امبارح، وهو أنه لا تأثير تماما من عملية إصدار 2 جنيه على إصدار الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه. احنا مستمرين في إصدار ذات الكميات ويمكن بكميات أكبر من الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه، وأنا لدي احتياطيات أو المصلحة لديها احتياطيات من هذه العملات تكفي السنة والنصف، وطبعا احنا بنشيل دايما احتياطي لمدة حوالي سنة ونصف وما يزيد عن ذلك، وإنتاجنا يوميا حوالي مليون جنيه، يعني مليون جنيه من هذه العملات الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه، إنتاجنا حوالي مليون جنيه. واحنا مستمرين في ده تماما، لأن الغرض من إنتاج ال 2 جنيه هو إن احنا نسهل على المواطنين حمل الفكة. واحنا عارفين ان بعض عمليات البيع والشراء بتحتاج النص جنيه وبتحتاج الربع جنيه وبتحتاج الجنيه والمواصلات وهكذا، واحنا هنضيف على هذه العملات الاثنين جنيه عشان تبقى تسهيلا للمواطنين على حمل مزيد من الفكه زي ما قلت لحضرتك يعني. اما الجزء الثاني من سؤال حضرتك وما يتعلق بتوقيت انتاج الاثنين جنيه، الحقيقه ده هو في المرحله الحاليه هو في مرحله التصميمات او اختيار التصميمات المقترحه والمواصفات الفنيه للعمله عشان ننتج عمله ذات مواصفات فنيه جيده وبتصميمات جيده عشان تبقى تلقى قبول المواطن المصري، والمواصفات الفنيه بنبحثها جيدا عشان تبقى زي الجنيه والنص جنيه، زي ما حضرتك شايف الجنيه والنص جنيه موجودين من 2007 بقالهم 15 سنه ما بتلاقيش اي عمله منهم تبلى او تتلف او كده، لانها صناعه جيده جدا. على فكره احنا صناعه برضو بتاعه الجنيه والنص جنيه من اجود العملات اللي موجوده على مستوى العالم، وهي تضاع هي العمله اللي موجوده في انجلترا يعني. بشكرك سياده اللواء حسام خضر رئيس مصلحه الخزانه العامه وسك العمله.
إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي ملفات اليوم. غدا يتجدد اللقاء، فريق عمل جديد وموضوعات جديدة ومتجددة. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.